بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم باختياركم لمجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، راجيا لكم كل التوفيق والسداد، معرفا عن خالص الشكر والتقدير لإخوانكم رئيس وأمناء الهيئة السابقين، وها أنتم تستكملون المسيرة بتحملكم هذه المسؤولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها. لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز، وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له، وأنه قد استشرى بين الكويتيين مما أضر ومس بكرامة المواطن وإساءة لمكانة الكويت. إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والإدعاءات الباطلة، وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية، واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة الفساد إلى القضاء دون تردد. فوطننا الكويت ولله الحمد دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهات شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على المال العام، وإننا نفخر بأن لدينا قضاء عادل مشهود له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز الجميع. كما أوجه عنايتكم إلى تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي في مكافحة الفساد بكشفه والإبلاغ عنه. نسأل الله تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم لما فيه خير الوطن الغالي ورفعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.